دار الحجر من أبرز المعالم الأثرية في اليمن. دار الحجر يعتبر من البنايات الأثرية القديمة. لما أقول قديمة يعني من عهد الحميريين، وأنا أتكلم على الصخرة الذي بنى فوقها دار الحجر. هذه الجزئية كلها من قبل الميلاد، من عهد الحميريين. معانا هنا أول حاجة، هذه حفرة محفورة في الصخرة الذي بنى عليها دار الحجر، عمقها 50 متر للتهوية وعشان الضغط للبير، والبير هو هنا عمقه 200 متر. هنا في كهف دفن الموتى، هذا من قبل الميلاد. والموتى أيام الحميريين كانوا يحنطوهم، يحطوهم بهذه الوضعية ويلفوهم بجلد، طبعا مع مواد التحنيط الذي هي مستوحاة من البهارات، وبعدين يحطوهم داخل هذا في الكهوف. جينا لنهاية الصخرة هنا، هنا بنى منها دار الحجر. وشوفوا هنا في موضع الأقدام حق الحميريين، بسم الله ما شاء الله سامنا رجلهم وقرنهم برجلين. المهم كانوا يستخدموه هنا عشان يتذكوا ويتوضعوا، يسحبوا الحبوب من نازل من الوادي ويخزنونها في مخزن الحبوب هنا. مخزن الحب هذا من أيام الحميريين لأنه محفور داخل الصخرة. تعالوا نوريكم إيش باقي. وهذا هو المطحن، مكان النسوة. شوفوا كان فيها هنا خشبة تمسكها المرأة وتطحن، هي كانت محنتين. كانوا يقولوا كمان أن المطحنة هذه المرأة تطحن فيها كل شيء، يعني لو يبغى بحم زوجها ولا من كان تطحن تطحن. لكن في مثل يقول واجب على من عشق يطحن. قصة أنه واحد حب واحدة وتزوجها، من كثر ما هو كان يحبها يخلته يطحن بدالها. يعني مش بس مدق الباب مختلف حق الرجال والنسوان، كمان المداخل. هذا المدخل حق النسوان، وهنا مدخل الإمام. كمان في مدخل خاص بالشغالة. وهذا المكان الذي بيصبنوا فيه كل شيء. هنا مصمم يعني ما بش ولا حاجة تروح بعد ما ترى. نبدأ بالحجرة هنا، حجرة خشنة وفيها خدوش بالآني عشان لما يصبنوا يبعدوا الأوساخ، وبعدها لما يكملوا يضحوهن في هذا المكان الذي هو مصنوع من حجر بركاني. من خصائصه انه يمتص الحراره، بحيث لما تحط فوقها الثياب ينجفن ويتكون في نفس الوقت. ما عاد داعي لا لكوايه ولا لنشافه، كل شيء في به في بعضه. والماء لما بعد ما يخلصن يصبنين او هن بيصبنين ينزل لا هنا من هنا ينزل. بعدين الماء الذي يخرج من هنا تخيلوا انه بيسقي شجره التالوقه الذي هي تحت حانتها. شجرة التالوقة معمرة، عمرها أكثر من 700 سنة، ويقولوا إن هي حرز من الجن، فكانوا يبنوها قدام بيوت الناس المهمين مثل المسؤولين والوزراء وهكذا. وهذا المدخل الخاص بالشغالة، شوفوا كيف هو نحيف، يعني عندهم الشغالات ستاندرز، ضروري يكونن رشيقات. ها، معاها تكون بهذا السمك، خلاص، زيادة ما تقدر تدخل. دار الحجر مبني بطريقة انه يكون محصن ضد الأعداء. طريقة بنائها الداخلية ملانها حصون، وهنا خارج في المناوبة، في موزعة حول الدار كامل حراسة عشان ما يدخلش أي غرباء على داخل وكذا. وهذه فتحة للبير عشان لو تحاصروا ما عاد يضطروا يروحوا للبير الكبير يطلعوا الماء من هنا. من معالم التحصين في دار الحجر هذه الأشياء اللي اسمها المواشيك، فتحة صغيرة يدخلوا من داخلها البندقية لو في حرب ولا شيء، يتنصعوا الأعداء من خارج، وهن حتى معوجات من داخل عشان لو جت رصاصة تضرب الجدار ما تضربش الأعداء من اللي ورا. والله ذكية. هنا الطيارة معنا حق الإمام. الحجر أصبح مزار يقيموا فيه بعض الرقصات الشعبية في الأعراس والمناسبات، منها رقصة البرع اللي تعتبر أحد الرقصات اليمنية المشهورة. وفي شباب لليوم بيحيوا التراث الثقافي المتعلق بالرقصة مثل خير الله. اسمي خير الله يحيى عطر الشبالي، أعيش في وادي ظهر، مبرع قد لي 7 سنين.
ويجوا زوار ودكال هم البراع من كل منطقة. البراع تراث قديم أنواع البراع الهمداني الحارثية الصعدية الحاشدية من قلبتين إلى قلبه إلى ثلاث قلبات والهمداني طبعا أربع قلبات. الطازات من الشريهن من التجار ونطبقهن احنا ونركبهن ونزبرهن ونجهزهن والمقاريع والادوات وذي كل من صنعاء من سوق الملح. البراء يعتبر من العادات والتقاليد اليمنيه والتراث الاصيل، يسووه في كل المناسبات، في عليه رقصات، كل منطقه لها رقصات مختلفه. وانا في عرس مسوين براء في دار الحجر بعد ما يصير الوصاله.